بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس خامس في بيان بعض أخطاء المصلين، فنقول وبالله التوفيق. فمن الأخطاء الجهر بالتكبيرات والتسميع والتحميد، أي بالنسبة للمأموم، فالإمام هو الذي يكبر بالجهر، أما المأموم فلا يسمع إلا نفسه، فلا يكبر بالجهر. ولذلك نرى في بعض المساجد الجهر بالتكبير، فكل يكبر وكأنه المسمع، فلا يكبر إلا الإمام بالجهر. وكذلك في الجنازة، فالتكبيرات الأربع تكون سرا، فلا يكبر المأموم بالجهر. كذلك من الأخطاء وهو التنحنح في الصلاة بدون داعي لذلك، أو الإنسان يتنحنح أو يقوم بحركة ما في الصلاة دون داعي له، فالتنحنح في الصلاة هو مكروه إذا لم تكن هناك ضرورة. كذلك الإنسان الذي يعبث بلحيته وهو في الصلاة، يعبث بلحيته أو ينظر في ساعته أو يعدل شيئا من ثيابه، فهذا كله مما هو مكروه في الصلاة، فلا يقوم ولا يفعله المصلي لأنه يناجي ربه. كذلك من الأخطاء في الصلاة وهو تغميض العينين، فالإنسان الذي يغمض عينيه إنما يفعل مكروها، فلا ينبغي له غمض وتغميض العينين، إنما يفتحهما إلا إذا كان هناك مما يشوش عليه، يعني في مثلا صور ولا غير ذلك، فإذا كان مما يشوش عليه فالعلماء قالوا والفقهاء وقالوا يجوز له في هذا الحال. كذلك من أخطاء المصلين وهو التخصر في الصلاة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما معنى التخصر في الصلاة؟ وهو أن يضع الإنسان يديه هكذا أو أحدهما في الصلاة، يفعل هكذا في الصلاة، فهذا مكروه وليس من صفات الصلاة ولا من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمرنا أن نصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.